بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الإعداد اللغات، معاكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر لي حساب ومقاس. النهاردة إن شاء الله هناخد الجبرا، درس سهل وبسيط وجميل جدا 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 وسهل جدا. هو بيتكلم عن حاجة اسمها فاكتورايزنج ذا ديفرنس أوف تو سكويرز. درس صعب بجد، سهل جدا 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 جدا، واللي يقول لك صعب ده ما أعرفش حاجة، ما بعرفش حاجة. الدرس ده خلاصته ان هو هيجيب لك هنا تو تيرم، يعني تو تيرم يعني مش احنا كنا قبل كده كنا بنعمل فاكتورايزنج، كان بيجيب لي يعني 3 تيرمز، فيرست تيرم وسكند تيرم وثيرد تيرم. هنا بقى هيجيب لي تو تيرم، تمام؟ هتحلل ازاي او اعمل له فاكتورايزنج ازاي؟ مثلا هناخد نمبر 1 دي على طول، بقى خلي بالك معايا عشان بدل ما اكتب وامسح وكلام من ده، لا يعني احنا نمبر 1 ديت على طول هتعمل 2 براكتس، 2 براكتس اكس باور 2 ديت عباره عن اكس باي اكس، النيجاتيف ديت على طول نيجاتيف باي بوزيتيف. ممكن يا مستر تيجي بوزيتيف؟ ابدا، هي على طول نيجاتيف، نيجاتيف باي بوزيتيف. وال4 ديت عباره عن 2 باي 2 بس، ده الدرس بس كده، بس كده والله خلاص. بس خلي بالك لما بجيب نمبرز يعني بجيب حاجه زي الايه سكوير روت كده، تمام؟ يعني ايه باي ايه يديني 4، ما بقولش ولازم يكون ديجيت باي اتسيلف، يعني رقم مضروب في نفسه، ما يكونش ديفرنت ديجيت، ارقام مختلفه، تمام؟ هنا ايه باور 2 برضه هتعمل 2 براكتس كده، ايه ديت اي باي اي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف 25 5 باي 5 بس كده، خلصت كده خلصت كده. هنا 16 اهو 2 براكتس، 16 عباره عن 4 باي 4، اوعى تقولي 2 باي 8 اوعى. اكس باور 2 اكس باي اكس، النيجاتيف نيجاتيف باي بوزيتيف 9 3 باي 3 3 باي 3. طب تمام، في مشكله لحد دلوقتي؟ لا طبعا مفيش مشكله. طب ديت 225 اهو 2 براكتس، يبقى ديت عباره عن 15 باي 15، اوكي؟ اكس باور 2 اكس باي اكس، نيجاتيف نيجاتيف باي بوزيتيف، واي باور 2 واي باي واي. ده الدرس مفيش فيه اي مشكله. طب يا مستر تعالى دي بقى، شوف ديت هنكتبها هنا نيجاتيف 9 اكس باور 2 بلس 25 بلس 25. انا قلت لك هنا بص، هي في مشكله هنا ان النيجاتيف ديت 9 جاي في الاول، فاحنا نعكسها تمام، او ممكن كمان اعمل ملتبلاي نيجاتيف 1 عشان اتخلص من الاشاره او السيمبل اللي هي الساين ديت. فممكن تعكسها، يعني هتقول 25 ماشي 9 نيجاتيف 9 اكس باور 2، يعني احنا كده عم عكستها، فمش في اي مشكله. وتعمل برضو نفس الكلام كده برضو 2 براكتس 25 ديت عباره عن 5 باي 5، النيجاتيف نيجاتيف باي بوزيتيف، وال9 3 باي 3 اكس باور 2 اكس باي اكس، بقت اكس باي اي اكس. في مشكله دلوقتي؟ لا مفيش مشكله خالص. طيب يا مستر دي عندك مثلا 16 اهو 2 براكتس، مفيش مشكله 4 باي 4، هنا a باور 6 يبقى a باور 3، وهنا a باور 3 a باور 3، لان احنا طبعا هنا الباورز في الملتبلاي بايه بنعمل له صم. النيجاتيف هنا دي نيجاتيف باي بوزيتيف، p باور 6 يبقى دي عباره p باور 3، ودي برضه p باور 3. x باور 2 x و x نيجاتيف نيجاتيف باي بوزيتيف 1 اوفر 16 1 اوفر 4 باي 1 اوفر 4. طب دي 400 دي اصلها 4 اوفر 100 اكس باور 2 ماينس 2500 دي اصلها 25 اوفر 100 واي باور 2. افتح تو براكتس كده ال 4 2 وهنا 2 110 وهنا 10 اكس باور 2 اكس اكس النيجاتيف النيجاتيف باي بوزيتيف 25 يبقى 5 وهنا 5 100 يبقى 10 وتحت هنا برضو 10 الواي باور 2 هنا واي. حاجه بحاجه حاجه بحاجه، مش صعبة خالص والله. تعالى هنا ديت فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج بيرفكتلي، يعني حللها تحليل كامل. اكس باور 4 يبقى اكس باور 2 اكس باور 2 نيجاتيف نيجاتيف وبوزيتيف 1 1 باي 1. اكس باور 4 برضه نفس الشيء اكس باور 2 باي اكس باور 2. اكس باور 100 اكس باور 100 يبقى ده برضه اكس باور 50 وهنا اكس باور 50. اوعى حد يقول لي 10 باي 10، النيجاتيف ديت نيجاتيف باي بوزيتيف وال1 ديت 1 باي ايه باي 1. فيها مشكله لحد دلوقتي؟ لا مفيش فيها مشكله. تعالى بقى ننزل بقى في الايه
في النوع التاني ده factorize h بـ the following 2x power 2 بلا كذا 2x power 2 minus 32 نكتبها هنا كده 2x power 2 minus 32 خليك معايا هنا بقى ركز معايا هنا ايه بقى طبعا انت عارف طبعا ان هنا في 2 تيرم يبقى على طول هتعمل 2 brackets يبقى في 2 numbers زي ما قلت لك 2 digits هيتضربوا ببعض يديه نفس الرقم اللي هيطلع لك تعمل في حاجه بتضرب في حاجه يديني 2 بس لازم يكون الديجيت شبه بعضه يعني بيتضرب في itself يعني في نفسه multiply by itself يتضرب في نفسه عشان في الاخر يديني مثلا زي ال 4 وال 16 وال 36 هنا 2 ما ينفعش هنا 32 مفيش هتقول لي مثلا عندي 4 by 8 انا قلت لك لازم يكون 2 digit شبه بعض يبقى على طول تعرف ان هيبقى فيه هنا HCF High Common Factors يبقى فيه هنا ايه High Common Factors طب مين هنا الهاي كومن فاكتورز غالبا بيبقى يعني في بعض الاحيان بيبقى الايه السمولر نمبر سمول نمبر اللي هو الايه اللي في المساله ذات نفسها اللي هو 2 وافتح براكتس واحد كده واعمل ديفايد دي هتروح مع دي لان دي 2 ديفايد 2 خلاص راحت معاك اتفضل لي ليه الريماندر عندي اكس باور 2 ماينس 32 ديفايد 2 ايكوال 16 ال2 اوعى تنساها معاك هنعمل بقى الايه دي فاكتورايز اكس باور 2 اكس باي اكس نيجاتيف نيجاتيف وبوزيتيف 16 4 باي 4 باي 4 تمام كده تمام كده عندي تاني هنا برضو 3 y باور 2 ماينس 27 برضو هاخد ال HCF هنا 3 يتفضل هنا y باور 2 27 ديفايد 3 ايكوالز 9 يبقى 3 وافتح 2 براكتس واعمل بقى الفاكتورايز بتاعتي y y نيجاتيف وبوزيتيف هنا 3 وهنا برضو ايه 3 تمام يبقى كده مفيش فيها مشكله طيب تعالى بقى ايه ناخد مساله تانية يعني دي خلاص بقى يعني هنا x باور 3 ماينس 25x هنا x باور 3 في حاجه بتضرب في حاجه دي x باور 3 لا طبعا فاعرف ان انا هاخد HCF وفي هنا x يبقى هاخد الاكس HCF x باور 3 ماينس او ديفايد الاكس يعني يعتبر هي هي سبتراكت يفضل لي x باور 2 ماينس 25 زي ما هي والاكس دي تروح مع الاكس دي x وافتح 2 براكتس x باور 2 يبقى x في x نيجاتيف نيجاتيف وبوزيتيف 25 5 باي 5 اوكي تمام ودي برضو كل ده شبه بعضه كل ده شبه بعضه طب تعالى ديت عشان فيها فكره مش صعبه يعني هنا 8x باور 2 ماينس 50 تمام هاخد HCF طب مين بقى ال HCF هاخد ال 8 لا مش هاخد ال 8 انت لسه مش قايل يا مستر ان انا باخد السمولر نمبر سمول نمبر انا قلت لك غالبا يعني مش في كل الاحوال وحتى يعني حتى يعني بالعقل كده لو انت ال 50 ديفايد ال 8 مش هتنفع طب انا هختار ايه ركز كده هناخد ديفايد ايه ديفايد ايه ركز انا عندي ال 8 دي ايه باي ايه 2 باي 4 وال 50 5 باي 10 لا انا عايز هنا نمبرز يعني متشابه مع ده 2 باي 2 يبقى هو ال 2 يبقى هو 2 8 ديفايد 2 ايكوالز 4 اكس باور 2 ماينس 50 ديفايد 2 ايكوالز 25 ال 2 وافتح واعمل الفاكتورايز بتاعتي فيها مشكله؟ لا مفيش فيها مشكله خلاص كده خلاص طيب تعالى هنا دي 3 اكس باور 2 ماينس 3 اوفر 16 برضو هنعمل اتش سي اف مين السمولر؟ مين السمولر؟ 3 اهو ده يروح مع ده تفضل اكس باور 2 ماينس ده ديفايد ده خلي بالك ده ديفايد ده اعملها على الكالكوليترز ده ديفايد ده الكالكوليترز هتطلع لك 1 اوفر 16 يبقى ده ديفايد ده ما هو ديفايد 3 دي زي ما هي واعمل بقى الفاكتورز بتاعتي اكس باور 2 هنا اكس وهنا اكس نيجاتيف وبوزيتيف 1 اوفر 16 1 اوفر 4 وهنا برضه 1 اوفر 4 بس كده وهنا برضو half x باور 2 minus 1 over 18 x باور y باور 2 برضو مين هنا الفاكتورايز هاخد ال HCF مين السمولر طبعا هنا يعني باين قوي اللي هو طبعا السمولر هنا 1 over 18 بس انا باخد ده
يعني كأنها أرقام عادية من غير فراكشن ولا كلام من ده. هيبقى ده الهاف ده ديفايد ده تفضل لي اكس باور 2 ماينس ده ديفايد ده ديفايد ده هيتفضل لي اهوت 1 اوفر 18 ديفايد 1 اوفر 2 هتطلع لك 1 اوفر 9. يعني الكالكوليتر هتطلعها لك 1 اوفر 9. الهاف دي معايا واعمل الفاكتورايز بتاعتي ما فيش فيها مشكله. ناخد دي 4 بي باور 2 2a ماينس بي نيجاتيف 25a باور 2 بكذا. هتقولي المسألة دي شكلها تلخبط وشكلها طويلة وشكلها صعبة. لا برضو هاخد ال HCF من هنا المتكرر هو ده HCF يعني المتكرر في الناحيتين هنا هو ده اهو 2A minus B تاني كده 2A minus B اهو. لما اخد ال HCF هشطب على ده واشطب على ده خلاص انا خدته اتفضل لي ايه 4P power 2 minus minus جبتها من هنا 25 A باور 2 بس كده خلاص. يبقى 2A ماينس B واعمل الفاكتورايز دي بقى ال 4 ديت عباره عن 2 باي 2 B باور 2 وهكذا. خلاص خلاص تعالى في المسائل ديت اللي كل الطلبه بتخاف منها ديت مع انها سهله جدا. بقول هنا A بلس B اول باور 2 ماينس ال 4 A بلس B باور 2 ماينس ال 4. ركز معايا قوي ركز معايا بالراحه خالص كده. المساله دي رخمه يا مستر صعبه؟ لا خالص. ازاي؟ بص يا حبيبي ايه لو انا قلت لك دلوقتي مثلا ايه انت دلوقتي ايه البعبو عندك ايه اللي مخليك مش عارف تحل المساله ايه هي ايه بلس بي. طب ايه رايك لو انا شلتهم خالص كده وحطيت مكانهم مثلا اكس بقت اكس باور 2 ماينس 4 يبقى اكس واكس ونيجاتيف وبوزيتيف وال4 دي 2 باي 2 صح؟ اه يبقى ما هي هي يعني هي هي يعني ال A بلس B اللي هو جابها لي ده هيت اه زيها بالظبط لما يجيب لي اكس يجيب لي واي يجيب لي ام ال اي سيمبل. يعني قصدك يا مستر ان A بلس B ديت زي الاكس كده باور 2 بالظبط كده ولما نيجي نكتبها تتكتب مرتين بالظبط كده هتفتح تو براكتس اهوت A بلس B او A بلس B تعمل في براكت صغير كده وهنا نيجاتيف هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف ال4 2 باي 2 بس كده بس كده بس كده خلاص. طب انا كده يعني مش فاهم برضو تعالى سلم عليه اهي 2x minus 3 باور 2 minus 1 هتفتح تو براكتس هتكتب دي مرتين 2x minus 3 2x minus 3 تقوم عامل في براكت صغير كده. النيجاتيف ديت عباره عن نيجاتيف وهنا بوزيتيف وال1 a باي a 1 باي 1 1 باي 1 بس كده خلاص. طبعا بقى لو انت عايز تطلع الريزلت بتاعتها طلع الريزلت بتاعتها. يعني انت عايز تطلع الريزلت ازاي؟ هنا 2x minus 3 نيجاتيف 1 ديت 2x دي زي ما هي نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 يديني ايه؟ نيجاتيف 4 يديني ايه؟ نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 مضروبه ال 2x ما 2x دي زي ما هي برضو نيجاتيف 3 بوزيتيف 1 يديني ايه؟ نيجاتيف 2 يديني ايه؟ نيجاتيف 2 بقت عندك 2x ماينس 4 وهنا 2x ماينس 2 2x minus a 2 طيب ايه بقى؟ ركز معايا لو جيت تبص هتلاقي هنا في HCF وهنا برضو HCF. طب هنعمل ايه يعني؟ طلعهم بمعنى حل دي الوحيده كده HCF بتاعتها الوحيده في الجنب كده خالص عشان هنضمهم في الاخر. ايه المتكرر هنا؟ ال 2 هناخد 2 ديفايد 2 اتفضل لي هنا على الريمايندر عندي الاكس ماينس و2 ديفايد 2 ايكوالز 1 طب تمام وايه كمان عندي هنا برضو هنا ال 2 واقوم فاتح البراكتس كده 2 ديفايد 2 اتفضل لي الاكس ماينس 4 ديفايد 2 ايكوالز 2 بقت عندي هنا 2 وهنا 2 اضربهم في بعض لانه اصلا في الاساس اصلا مضروبين في بعض 2 باي 2 ايكوالز 4 مضروبه اكس ماينس 2 مضروبه اكس ماينس 1 فهمت دي؟ يعني شيل الاكس دي او الباي دي
انا طلعت الاتش سي اف دي وطلعت الاتش سي اف دي وطلبتهم في بعض. خلاص يا معلم مش فاهم، تعالى برضو في مسائل تانية زيها. المسائل دي بالذات تعتبر دي المهمة في الدرس ده كله. اهو 1 يعني هنكتبها هنا 1 ماينس، تعالى نكتبها تحت عشان بس الايه 1 ماينس a ماينس 1 باور 2. تمام كده؟ تمام. نعمل ايه هنا بقى؟ ال 1 دي اهوت تو براكتس ال 1 1 نيجاتيف، هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. a ماينس 1 a ماينس 1 وهنا هنا برضو a ماينس 1. طب تمام. هنا ايه ماينس بص هنا النيجاتيف ديت هتدخل على البراكتس ديت تغير كل الساين بتاعتها. ركز، يبقى ال 1 دي زي ما هي عشان كل الطلب تغلط في الحته ديت. هنا بوزيتيف تبقى نيجاتيف وهنا نيجاتيف تبقى بوزيتيف. اللي خلى الكلام ده يحصل هو مين؟ النيجاتيف دي. هنا عادي a بلس 1 بلس a ماينس 1. طبعا انت عندك ديت هتروح مع ديت. اتفضل هنا ايه؟ وعندك كمان دي هتروح مع دي، اتفضل هنا برضو ايه؟ ايه؟ بقت ايه باي ايه ايكوالز ايه؟ ايه باور 2. ايه باي ايه ايكوالز الايه؟ ايه باور. فعندك ديت دي هتروح مع دي، اتفضل هنا ايه؟ تمام؟ تمام. وعندك هنا 1 1 ايكوالز 2 2 ماينس ايه؟ 2 ماينس الايه؟ الايه. بس كده يبقى ده الايه الريماندر عندي في الاخر. ممكن انت تغيرها تبقى هنا a مضروبه 2 ماينس الا 2 ماينس الا. خلاص يا شباب؟ تمام. عندي تاني هنا نمبر 4. هنا نمبر 4 نمبر 4 بيقول لي هنا 9a باور 2 ماينس 2a plus p all power 2. برضو نفس الكلام افتح 2 brackets ال 9 3 وهنا 3 a power 2 هنا a وهنا a negative هنا negative وهنا positive 2a plus p تتكرر 2a plus p وهنا برضو 2a plus p. يلا بقى نصف كل دول 3a minus 2a equals 1a يبقى 1a a plus b وهنا 3a و 2a equals 5a plus p plus a p. طبعا كده المسألة يعتبر كده خلاص وقفت لحد كده، وقفت لحد كده لأن هنا في هنا في brackets هنا، فكان المفروض هنا هتعكس إشارتها. يعني المفروض ديت 3a دي هتطلع negative 2a زي ما قلت لكم negative b. ف 3a minus 2b equals 1p minus p. هنا دي هنا minus هنا minus. تاني اعيدها تاني اعيدها تاني اعيدها تاني اهوت ال 9 3 3 a a negative negative positive. بعد كده عندي هنا 2a plus b وهنا برضو 2a plus b. هنا 3a دي زي ما هي، النيجاتيف تخش هنا او تدخل هنا تعكس كل الساين، نيجاتيف 2a وهنا برضو نيجاتيف b. وهنا 3a بلس 2a ايكوالز 5a بلس b. اطلع هنا بقى 3a ماينس 2a ايكوالز 1a ماينس b مضروبه في 5a بلس b. بس كده. بس كده. فعشان كده انا ايه غلطت في الايه في الساين نيجاتيف. خلي بالك معايا هنا اكس بلس 1 باور 2 ماينس اكس ماينس 1 باور 2 برضه دي هتتكتب مرتين ودي هتتكتب مرتين. افتح التو براكتس اهوت اكس بلس 1 واكس بلس 1 واحطهم كده في براكتس كده. هنا نيجاتيف هنا برضه نيجاتيف وهنا بوزيتيف. العلاقات دول هنا اكس ماينس 1 اكس ماينس 1 وهنا اكس ماينس 1. افك بقى هنا اكس بلس 1 زي ما هي، النيجاتيف هتخش هنا تغير كل الساين نيجاتيف اكس ونيجاتيف نيجاتيف يبقى هنا بوزيتيف 1 بوزيتيف ايه 1 اهوت
اكس بلس 1 بلس اكس ماينس 1 عادي ديت اكس بلس 1 بلس اكس ماينس 1. هنا طبعا دي تروح مع دي يبقى 1 بلس 1 ايكوالز 2 خلاص. وهنا برضو دي تروح مع دي يتفضل لي اكس واكس ايكوالز ايه 2 اكس. يبقى في الاخر الريزلت هيطلع لي 4 اكس. هيطلع لي ايه 4 اكس 2 باي 2 ايكوالز 4 والاكس تنزل زي ما هي. يبقى كل المسائل دي يا ولاد كلها برضو زي ايه الفكره دي كده. طيب هنا برضو في المسائل زي دي بقول لك برضو استخدم يوز فاكتوريزيشن تو جيت ذا فاليو اوف ايج اوف ذا فولوينج ايزيلي. يعني استخدم برضو التحليل عشان توجد الناتج بطريقه سهله. هنا بيقول لي 77 باور 2 ماينس 23 اور باور 2 برضو ما فيش فيها مشكله. برضو كان النمبرز دي برضو اكس وهنا برضو كانها واي. هفتح تو براكتس ما فيش فيها اي مشكله خالص. 77 هنا 77 وهنا 77 هنا نيجاتيف هنا برضو نيجاتيف وهنا بوزيتيف 23 هنا برضو 23 وهنا برضو 23. وتطلع ريزلت هنا بقى دي تقريبا هتطلع لي 100 ودي هتطلع لي ب 54. يبقى الريزلت عندي هيطلع لي 5400. يبقى ديت برضو زي ما قلت لك ما فيش فيها اي مشكله خالص 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 خالص. طب دي برضو 75 برضو هتعمل تو براكتس كده 75 كده و 75 كده. هنا نيجاتيف نيجاتيف وهنا بوزيتيف 25 هنا و 25 هنا. ده يطلع لي 100 ودول هيطلعوا لي دي تقريبا 50 وهيطلع لي ايه الريزلت عادي. طب قلت لها مستر دي برضو يعني دي مش عارف احلها برضو هتطلع ال اتش. هنا في بقى هنا في اتش سي اف هنا في اتش سي اف اللي هو 2. يبقى هتاخد اتش سي اف 2 وتقوم فاتح براكتس واحد هتاخده من هنا وتاخده من هنا. هيتفضل لي 25.87 باور 2 ماينس نمسح دي كده 24.13 باور 2. برضو احلل بقى كده اعمل فاكتوريزيشن بتاعتي 2 واقوم فاتح 2 براكتس. النمبر ده كتب مرتين وهنا برضو النيجاتيف هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف وده برضو هيتكتب مرتين وتكتب مرتين. يعني يبقى 2 باي اللي هيطلع لي من هنا باي اللي هيطلع لي من ايه من هنا. خلاص يا شباب تاب تمام. برضو بيقول لي يوزنج ذا ايديا اوف فاكتوريزيشن ذا ديفرنس بتوين تو سكويرز. استخدم فكره الفرق ما بين مربعين عشان نوجد الايه الفاليو ده. هنا 31 ملتبلاي 29 ال 31 ده عباره عن ايه؟ 30 بلس 1 صح ولا لا؟ طب تمام و29 ما دام طلعت دي 30 دي برضه 29 دي برضه لازم تطلع ب 30. طب اطلعها ازاي يعني؟ فهنا هقول 30 ماينس ال 1 30 ماينس الايه؟ ال 1 تمام تمام. هنا لو جيت تبص هتلاقي 30 اتكررت مرتين اهي تبقى خلاص. يبقى 30 باور 2 وبص في نيجاتيف يديني نيجاتيف 1 باي 1 ايكوالز الايه؟ ال 1 برضه باور 2. ده هيطلع لي ب 900 ماينس 1 باور 2 ايكوالز 1 وهيطلع في الناتج في الاخر 899. قلت لي مش فاهم تعالى ديت 103 دي عباره عن 100 بلس 3 ملتبلاي او كروس او براكتس 97 يبقى برضه لازم يطلع لي 100. يبقى 100 بس هنا هنا مش بلس هنا ماينس 3 عشان يطلع لي نفس الفاليو اللي هو 97 خلاص؟ ال 100 اتكررت مرتين يبقى 100 باي 100 ايكوال 100 باور 2 بوزيتيف نيجاتيف دي نيجاتيف و 3 باي 3 ايكوالز 9 او 3 باور 2 وتطلع الريزلت بتاعتك عادي جدا. ده كده فكره الدرس وان شاء الله يعني هنكمل بقيه الدروس الجايه باذن الله قريب. اشوفكم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.